مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المكانه الهامه التي يتمتع بها الاتحاد الاوروبي ومؤسساته في اطار السياسه المصريه التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمفوض الاتحاد الاوروبي لسياسه الجوار والتوسع أوليفر فارلي. للمزيد من التفاصيل معنا وتقديم رؤية تحليلية أوفى، هذا ما سنتعرف عليه، ولكن بعد ما نتوقف سويا مع هذه الدقائق المعدودة وهذا التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعرباً سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار. كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام. أضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس. كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشدداً سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد له في هذا الشأن.
كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارلي بمقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد شكري على تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، معربا عن التطلع لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لإقرار وثيقة أولوية المشاركة عن الأعوام من 2021 وحتى عام 2027، مع أهمية أن تشكل تلك الوثيقة نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها الزراعة والري والصناعة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر ورقمنة والتنقل الذكي. إذن هو لقاء هام جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمفوض الأوروبي، ويعكس هذا اللقاء في المقابل المكانة الهامة التي تحظى بها مصر في الدول الأوروبية المختلفة، وما تقدمه مصر من رؤى عديدة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى التجاري، والتأكيد على هذه المكانة أيضا في المقابل عند مصر. وهذا ما ذكره بطبيعة الأحوال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن هناك مكانة كبيرة وهامة وعظيمة يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة في إطار السياسة المصرية التي ترتكز على الاحترام المتبادل وترتكز على التعاون المشترك. هذا اللقاء الهام الذي جاء خلال استقبال السيد الرئيس السيسي لمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع. للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. مساء الخير يا فندم، أهلا وحضرتك. بداية يعني في أي سياق وفي أي إطار تضع هذا اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمفوض الأوروبي وإنعكاساته على شكل وطبيعة العلاقة بين الجانبين في المجالات المختلفة وعلى رأسها بطبيعة الأحوال الشراكة التجارية والاقتصادية، أيضا هذا بخلاف البعد والعمق السياسي الذي يجمع مصر بالدول الأوروبية المختلفة؟ يعني يمكن النظر إلى هذا اللقاء من منظورين. المنظور الأول العلاقات المصرية الأوروبية بصفة عامة والعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة. ده المنظور الأول. أما المنظور الثاني ما يمكن مناقشة هذا اللقاء في إطار ما يدور في أوكرانيا من حرب بين روسيا وأوكرانيا والمصاحبة ذلك من استقطاب سياسي ومواجهة حادة بين حلف الأطلنطي والدول الأوروبية من جانب وروسيا من جانب آخر، وأثار ذلك على الأمن الغذائي وعلى أسعار الطاقة عالميا وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الدولي. بالنسبة للمنظور الأول ألا وهو العلاقات المصرية الأوروبية وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، كما أكد السيد الرئيس في لقاء اليوم مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، هذه العلاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تعتبر الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى العالم. صحيح. حضرتك يعني آخر الإحصائيات المتوفرة أن تقريبا 45% من حجم التجارة لمصر التجارة الخارجية لمصر بيتم مع أوروبا. ده تاني حاجة حضرتك الاستثمارات الأوروبية والتعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية
كل على حدة. يعني حضرتك يعني بيمثل يعني قسما كبيرا من المساعدات التنموية التي تتحصل عليها مصر لدفع جهود التنمية المستدامة بها. طيب يعني كيف تابعت سعادة السفير الإشادة التي جاءت على لسان المفوض الأوروبي بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا في المقابل تقدير الاتحاد لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016؟ حضرتك طبعا هو أكد ما جاء على لسانه، يعتبر تأكيد جديد من جانب المسؤولين الأوروبيين رفيع المستوى على نجاح مصر في إنهاء الهجرة غير الشرعية من شواطئها. وحضرتك لكن أحب بس أوضح إنه المخاوف الأوروبية حاليا ازدادت في هذا المجال، وبالتالي التقدير الذي أعرب عنه المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع في هذا التوقيت في لقائه مع السيد الرئيس اليوم يكتسب أهمية جديدة، ألا وهو أنه المخاوف المتغايدة على مستوى العالم من حدوث مجاعة في الدول الأفريقية ده بيصاحبه برضه مخاوف حضرتك أن ده يؤدي إلى هجرة، إلى نزوح، لن أقول نزوح جماعي، وإنما إلى هجرة، إلى زيادة موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا تجاه أوروبا. ولهذا نرى إنه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعني يبدون اهتماما كبيرا بمسألة الأمن الغذائي في الدول النامية. وهنا سمحت لحضرتك أشير إلى الاتصال التليفوني الذي تم الأسبوع الماضي بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وبين المستشار الألماني أولاف شولز مع الرئيس فلاديمير بوتين، كان من ضمن العناصر الأساسية في هذا الحديث التليفوني الهام هو سماح روسيا للسفن إن هي تبحر في البحر الأسود وعليها حضرتك القمح إلى الجهات إلى يعني هذا بطبيعة الأحوال يعني يتطلب تنسيقا حقيقيا ما بين مصر والدول الأوروبية وباقي دول العالم، لأن مصر جزء بطبيعة الأحوال من هذه الأزمة العالمية وتداعيات وتبعات هذه الأزمة، الحرب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي والمجالات المختلفة. وللحديث بقية في هذه الجزئية أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة والمشاركة معنا. ومتابعة أيضا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام الاقتصادي. أستاذ عبد الناصر مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معنا. مساء النور وأهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بك. تابعت إزاي اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمفوض الأوروبي وأهمية هذا اللقاء ودلالة التوقيت وانعكاساته بطبيعة الأحوال على تدعيم وتوطيد وتوثيق العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة وعلى رأسها بطبيعة الأحوال المجال التجاري والاقتصادي؟ هو هذا اللقاء مع المفوض الاتحاد الاوروبي لسياسه الجوار والتوسع بحضور سامح شكري وزير الخارجيه، اعتقد ان يعني هو بالاساس يعني يتسم بالاحترام المتبادل والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي على خلفيه كون اوروبا يعني الشريك الاول والاستراتيجي لمصر، بالاضافه طبعا الى ان هناك علاقات قوية سواء كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، على المستوى السياسي، أيضا على المستوى العسكري. هناك تعاون مشترك في كافة المجالات. حجم التجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي كبير جدا، ومصر تسعى إلى مضاعفة هذا التعاون المشترك سواء كان الاستثمارات الأوروبية في مصر بعد
الانتهاء أو أن مصر خطت خطوات كبيرة جدا في البنية التحتية التي تعتمد على جذب الاستثمارات، سواء كان من خلال الطرق والكباري أو المشروعات الكهربائية، مشروعات الطاقة التي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وأيضا التشريعات والقوانين التي تؤمن الاستثمارات داخل مصر، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي. وموضوع أيضا الاتفاقيات التي وقعت من قبل والزيارات المتبادلة، سواء كان على المستوى الوزاري أو على مستوى رئاسة الجمهورية. السيد الرئيس كان له جولات في العديد من الدول الأوروبية، وكان الاستقبال كبير جدا، وهناك وضع أسس للتعاون المشترك وتعزيز هذا التعاون. تمام. وأيضا استقباله لرؤساء كبرى الشركات العالمية. صحيح. التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها، خاصة أن هذه أشكرك جزيل الشكر. وصلت الصورة والفكرة بشكل كبير. الأستاذ عبد الناصر منصور، مدير تحرير الأهرام الاقتصادية. وإلى ملف وموضوع آخر في هذه الحلقة من المشهد، حيث أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة نايل سات 301 ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028. وأضاف أنيس أن القمر سينطلق يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالي من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه ستتولى عملية إطلاق شركة سبيس إكس العالمية. وحول الإمكانيات الفنية للقمر الجديد، قال أنيس إن نايل سات 301 سيتوسع في نطاق تغطيته ليصل إلى دول جنوب القارة الإفريقية، كما يقدم أيضا القمر الجديد خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية والمشروعات الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ذخرة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل والتحليل معنا في هذه الحلقة من المشهد وعلى الهواء مباشرة الباشمهندس عماد البنا، نائب رئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. يا باشمهندس مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك معنا، مشرفنا ومنورنا، وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أهلا بيك. بداية يعني هنتكلم على الفكرة، فكرة القمر الجديد نايل سات 301، الخلفيات التاريخية لحد ما وصلنا للقمر ده، الجديد اللي هيقدمه القمر ده من خدمات مختلفة أو إضافة بتخليه مختلف بشكل أو بآخر عن القمر السابق. اولا انا بشكر حضرتك على الاستضافه، انا شاكر جدا ليكي. وجودي في هذا المبنى ده حاجه تسعدني جدا، لان بصراحه انا بدايتي العمليه كانت في هذا المبنى. اولا كنت احد ابناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون، يعني حضرتك كنت زميل يعني الحمد لله في بدايه تعييني من زمان جدا، يعني 92، وبعد كده انتقلت للشركه المصريه للاقمار الصناعيه في بدايه انشائها. أنا هرجع حضرتك بس ثانية في بداية إنشاء الشركة. بعد الإنشاء بتقريبا عامين، تم إطلاق القمر الصناعي الأول اللي هو القمر 101 نايل سات 101. لحسن الحظ إن برضو كانت النايل سات من الشركة شركة رائدة حتى في بداية إنشائها. إحنا أول شركة نطلق قمر ديجيتال يحتوي على مجموعة من القنوات التلفزيونية اللي كان قبل إطلاق القمر 101 كانت القنوات التلفزيونية كلها على النطاق السي باند، الأطباق الكبيرة. الأطباق اللي هي لو حضرتك تتذكري كان ممكن القمر الصناعي كله كان كل قناة قمرية بتحمل قناة تلفزيونية واحدة. صحيح.
في بعد انشاء بعد اطلاق القمر الصناعي الاول 101 كان اول قمر يحمل التقنيه الديجيتال، وبهذه التقنيه استطعنا ان احنا نحمل على القمر مجموعه كبيره جدا من البرامج التلفزيونيه والاذاعيه، وكان تحدي كبير، وكنا عندنا كنا بايونير في هذا الحمد لله. يعني هي كنا مواكبين التطور العلمي والتكنولوجي يعني اول باول، يعني ده شيء جميل الحمد يعني لله. اطلقنا بعد كده القمر الصناعي 102 سنه 2000، واستمرت القنوات واستمرت التطوير داخل 201 102 101 وبعدين 102 تمام. سنه 2000، وبعدين الحمد لله اطلقنا القمر الصناعي 201 سنه 2000، والحمد لله ان احنا بهذا استطعنا ان احنا نكرس فكره تطور اللي داخل الشركه. بدايه الفكره لوجود القمر الصناعي 301 هي ان احنا اداره الشركه متمثله في السيد اللواء احمد انيس استطاعت انها تحصل على حقوق وامتيازات جديده للشركه. تمام. وكان لابد انها بعد ما حصولها على هذه الحقوق والامتيازات من الترددات ومن المناطق التغطيه انها تضعها على القمر 301 علشان نثري المنظومة الإعلامية، وعلشان يبقى في منطقة مناطق التغطية الجديدة نستطيع ان احنا نحافظ على حقوقنا وفي نفس صحيح. الوقت نستثمر هذه يعني في مجموعه من المزايا لاطلاق هذا القمر الجديد، ويمكن زي ما بالطبع. ذكرنا في يعني في منتصف الحلقه فيما يتعلق بالمزايا المتعلقه بشبكه الانترنت والتغطيه الواسعه لجمهوريه مصر العربيه، المناطق البعيده النائيه الحدوديه، لان حقيقه في البعض بيبقى رابط انه نايل سات مرتبط بالقنوات التلفزيونيه فقط بالزبط. يعني مش مرتبط او مش ان هو ليه يعني خدمات اخرى متعدده ومتنوعه بخلاف ان انا اجيب بيها قناه معينه. بالظبط، ده اللي احنا بنحاول نقوله، ان احنا زي بدايه الشركه سنه 98 في اطلاق القمر 101 ان هو كنا رائدين في دخول القنوات الديجيتال ودخول على الاعلام المصري وعلى الشركه النايل سات، احنا السنه دي بنعلن على القمر 301. القمر 301 ان شاء الله بعد الاطلاق هيوفر امكانيه الانترنت عريض النطاق KA عريض النطاق على جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله، دي احد المهام الرئيسيه فيه. تمام. بالاضافه انه هيحافظ بالطبع على منطقه التغطيه الاساسيه بتاعتنا شمال افريقيا والشرق الاوسط. صحيح. وعندنا منطقه تغطيه جديده، لان طبعا احنا اخواننا في الدول الافريقيه كانت دايما لما بيجي لنا زيارات من الدول الافريقيه الشقيقه كان بيبقى عندها تساؤل، احنا عايزين يبقى لنا قنوات على القمر الصناعي المصري. صحيح. عايزين يبقى لنا تغطيه، عايزين ندخل معاكم في المنظومه الاعلاميه بتاعه اللي بتغطيها القمر الصناعي المصري. فالحمد لله احنا دلوقتي عندنا منطقه تغطيه لجنوب القاره الافريقيه، بالاضافه لمنطقه تغطيه اخرى لشرق القاره الافريقيه. جميل. وبدون مساس بمنطقه التغطيه الاصليه بتاعتنا على شمال القاره الافريقيه والشرق الاوسط. هو هيكون في تطوير فقط، يعني احنا عندنا الثوابت وعندنا الاصل طبعاً. بس احنا بنطور من الامكانيات، وده طبعا يعني بيقودنا الحديث فكره انه حقيقه العلاقات المصريه الافريقيه علاقات شديده التميز بطبيعه الاحوال في المجالات المختلفه، وعلى المستوى او النطاق الاعلامي كان في حقيقه تعاون وفي برامج تدريبيه وورش تدريبيه مشتركه ما بين مصر وبعض الدول الافريقيه. ولكن يعني مع انطلاق النايل سات حضرتك بتقول ان يبقى في تعزيز او تطوير بالضبط. او توطيد وتوثيق لشكل وطبيعه العلاقه المصريه الافريقيه بنطاق اوسع واشمل. بالضبط، هو مع ان شاء الله انطلاق القمر الصناعي 301 احد مناطق التغطيه الاساسيه
جنوب القارة الأفريقية، شرق القارة الأفريقية، بالإضافة لمنطقة التغطية الأصلية. وبعدين أنا ذكرت إن إحنا بايونير في موضوع في الديجيتال ساترايت تلفزيون، ده سنة 98، والحمد لله إحنا برضو بايونير في فكرة وجود الإنترنت أوفر ساترايت، البرود باند إنترنت، اللي إحنا إن شاء الله هنغطي بيها جمهورية مصر العربية، علشان إثراء يعني ما يبقاش في حد بقى محتاج ان هو يبقى عنده شورتج في المناطق اللي هي الانفراستراكشر فيها مشكله، مشاكل في النت، يبقى في ازمات معينه بالضبط. يعني كل ده يبقى فيه تغطيه واسعه الله. وشامله بمشيئه الله. طب فيما يتعلق بمراحل التصنيع يا باشمهندس؟ الحمد لله، طبعا على الرغم من وجود الجائحه بتاعت كوفيد 19 وما يحدث في العالم، الحمد لله استطعنا ان نمشي اون سكادجول في جميع مراحل التصنيع. الحمد لله ما حصلت لناش اي معوقات وتاخيرات تذكر. كانت العائق الوحيد هي طبعا في متابعه الاعمال والاصرار على ان كل شيء يتم از سكادجول. وطبعا كان بيتابع كل هذه الاعمال، لازم نذكر الدكتور عمرو امام رئيس القطاع الفضائي ومدير المشروع، كان له باع كبير في المتابعه. وطبعا حاجة الساتلايت ده لما بيطلع محتاج تجهيزات ارضيه وتجهيزات علشان يستطيع يشتغل عليها، وبناء مباني وبناء يوتيليتيز علشان تستطيع ان حضرتك تواجبي القمر بكل الامكانيات الجديده ليه. المهندس حمدي منير الحمد لله كتابع الاشراف على كل هذا وتحت قياده الست اللواء. طبعا ده بيقودنا الحديث في فكره ان احنا بنتكلم على نايل سات 301، حاجه جديده، حاجه بتشرف مصر حقيقه كلها، بس اكيد عشان توصل لهذه المرحله من التقدم والنجاح، انت في المقابل او في الكواليس في خليه عمل، في مشكلات ممكن تقابلكم، في تحديات، في صعاب، ما بتناموش، في شغل كتير، بتواصل ليل بالنهار، يعني في امور كتير حقيقه بتتم في الكواليس ممكن تبقى الناس مش عارفاها مش شايفاها، هي بس شايفة ان في اطلاق هيتم بمشيئة الله يوم 7 أو 8 الشهر ده من ولاية فلوريدا بأمريكا، ولكن الكواليس بقى لو ممكن تكلمنا عنها، ايه اهم وابرز الصعوبات او التحديات اللي واجهتكم في الجزئية دي؟ والله حقيقة واحنا الى ان نصل الى ان القمر الصناعي يتم تسليمه في ولاية فلوريدا في امريكا علشان يجهز للانطلاق من قاعدته في السبيس اكس، ده كان في حاجات كتيره لا يمكن اني اسردها سريعا، بس الحمد لله تمكنا ان احنا نجتازها كلها الحمد لله، وباصرار بصراحه الناس جميع العاملين داخل الشركه وعلى راسهم القياده العليا. من مراحل التصنيع للإطلاق بقى نتكلم على المحطة أو النقطة أو المرحلة الأهم في هذا المشوار الإطلاق. الكبير تفضل. إن شاء الله إن شاء الله expected إن الإطلاق يتم يوم 8/6 إن شاء الله إن شاء الله. إحنا المرة دي لأول مرة إحنا حصل لنا 3 إطلاقات قبل كده كلهم كانوا تبع شركة أريان سبيس. الحمد لله المره دي ده الاطلاق عن طريق شركه هي اللي فازت بالمناقصه بتاعت الاطلاق، شركه سبيس اكس، وهي شركه رائده وشركه عظيمه من الشركات العظيمه، ولها باع طويل في هذا، وان شاء الله هي القمر الصناعي هيطلق يوم 8/6 بعد ما يقرب من 38 دقيقه او 40 دقيقه نبتدي نتلقى أول إشارة من القمر في الفضاء على بعد 300 كيلومتر من سطح الأرض. القمر أول ما الروكت بيسيب الساتلايت في البداية بيسيبه في مدار بيضاوي الشكل، وبعد كده نبتدي نعدل المدار البيضاوي دي بثلاث بوشز، بحيث إن احنا نحول المدار البيضاوي لمدار دائري عشان نصل للمدار الجيوستيشنري اوربت اللي هو
بيبقى المدار الثابت اللي ان شاء الله يستمر ان شاء الله. واتمنى ان الدنيا تبقى يا رب ان شاء الله حاجه تليق بمصر ومكانه مصر وحضاره مصر وتاريخ مصر. شرفتنا ونورتنا المهندس عماد البنا نائب رئيس القطاع الفضائي بالشركه المصريه للاقمار الصناعيه نايل سات. بحييك وبهنيك وطبعا خالص التحيه والتقدير لكل العاملين بالشركه المصريه للاقمار الصناعيه وتحديدا بالقطاع الفضائي، دايما مشرفينا ورافعين راسنا فوق. وطبعا حقيقه هذا الاطلاق بيتزامن كمان مع عيد الاعلاميين، فكل سنه وحضرتك طيب وكلنا بخير وسلامه يا رب. اشكرك يا فندم. هو بيتزامن كمان مع مرور 25 سنه على انشاء الشركه، فالحمد لله يعني جميل. كل التوفيق وان شاء الله نبقى نحتفي ونحتفل مع حضرتك ومع كل المصريين يوم 8/6 بمشيئه الله، والاطلاق على الهواء مباشره من ولايه فلوريدا بالولايات المتحده الامريكيه. كل التحيه والتقدير لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. أشكرك، شكرين جدا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.